نجيت. هنعمل دلوقتي الفايش، عجينه الفايش عجينه سهله وظريفه، الناس اللي غاويه حاجات سقسقه كده في الشاي بلبن والحوارات دي كلها هتنبسطوا منها جدا. بصوا انا معايا دقيق، هنقول مثلا كيلو دقيق. احنا محتاجين نعمل لوف محترم كده من الفايش علشان يبقى مظبوط معانا ويكفينا كده ايه كام يوم ورا بعض، لان هو بيبقى ظريف والله، هو لا حتى هيكفي كام يوم ورا بعض، هو هيتاكل في نفس اليوم. كيلو دقيق، تمام. محتاجين كيلو دقيق يكون قوي مكتوب عليه جميع الاغراض، او دقيق بيتزا، تمام. هنحط عليه طبعا رشه ملح، معانا معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، هنحتاج كمان نص كوبايه من الزيت، اي زيت بقى، ممكن زيت نباتي او زيت زيتون براحتكم. هنحتاج كمان نحط محلب مطحون، يعني تقريبا نص معلقه صغيره من المحلب. المحلب ده بيتباع في محلات مستلزمات الحلويات زي الكحك والكلام ده، مش متوفر ومش لاقياه، ما توجعيش دماغك خلاص، ما فيش مشكله هنستغنى عنه، لكن لو عرفتي توفريه طبعا هيفرق في الريحه وفي الطعم، والناس اللي بتحب طعم الفايش الاصلي هيفرق معاهم المحلب، تمام. لكن من غيره عادي، الدنيا ماشيه زي الفل وطعمه خطير. هنحط كمان نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة ممسوحة. احنا عايزين نعمل لون للفايش كده مصفر شوية، فالكركم هو اللي بيعمل لنا الموضوع ده. وبس خلاص، طبعا مية دافية علشان نعجن العجينة. وبس خلاص، الدقيق، رشة ملح، ونقلب كده الملح مع الدقيق، ونحط الخميرة، ونحط السكر، والمحلب زي ما اتفقنا، والكركم حاجة كده ايه نص معلقة صغيرة عشان تدينا لون كده ايه مصفر مع العجينة، وزيت، وهحتاج بقى مية دافية بس كده، مية دافية ونعجن. بس سهلة العجينة، بسيطة خالص، مفيهاش اي افتكاسات كده. بس كده ونعجن، نحط بالتدريج لغايه ما نلاقي العجينه لمت معانا. بنفضل نعجنها دقيقتين ثلاثه كده بشكل متواصل لغايه ما تبقى ناعمه وزي الفل. بنغطيها بقى ونسيبها تخمر، نسيبها تخمر بقى، يعني خلاص الجو ابتدى يبرد شويه، ممكن تاخد ساعه مثلا، ساعه ونص. ويفضل ان انت تبقي حاطاه في مكان دافي كده، يعني مثلا تبقي مشغله الفرن وطافياه، فعامل كده ايه دافى مثلا في المطبخ، هتلاقي على طول العجينه اتخمرت معاكي بسرعه. بصوا خطيرة، لما بتخمر بقى بتبقى خلاص كده جاهزة. انا معايا واحدة خمرانة، ومش هنعمل اي حاجة غير ان احنا هنحولها للوف، او يعني لوف. ايوه هوريكم دلوقتي. بصوا بقى اللون الكركم بتاعها خطير، رش الدقيق اهي، خمرانة وتجنن مع رش الدقيق تانية كده. هحاول كده ايه افتح العجينة، مش محتاجة يعني نشابة قوي ولا حاجة، انا هتعامل كده اهو، افتحها بس كده، مش لازم تتفرد قوي قوي ولا رفيع قوي ولا حاجة، واقفلها كده كده. اهو جيبها كده على نفسها كده كأنها توست، يعني كأنها يعني ملفوفة لفة ايه التوست كده بالظبط. وهتخمر مرة كمان، يعني احنا هنحطها بقى في صينية، ويا سلام لو عندك انجليش كيك هتبقى ظريفة جدا، هتخلي الفايش كده ايه عامل زي التوست كده كبيرة، او تحطيها زي ما هي كده من غير ولا انجليش كيك ولا حاجة، صينية فرن عادية بالمنظر ده. بس هنسيبها تقريبا ربع ساعة كمان، او ممكن توصل لنص ساعة، انها تخمر بعد ما شكلناها بالشكل ده.
ونبقى مغطينها بفوطه كده على جنب تخمر مره كمان، ونكون مشغلين فرن سخن درجه حراره 180. ندخل صينيه الفرن ونسيب الفايش اللذيذ ده يستوي، بياخد تقريبا في حدود 30 دقيقه مثلا، 35 دقيقه تابعيه. هتلاقي شكله كده استوى وبقى خطير. بعد ما بيستوي بقى بيتقطع، احنا معانا واحد هنا اهو هوريه لكم اهو كده. بصوا اللذاذه، احسن ما اجيب السكينه بقى واجيب كمان صينيه فرن. نجيب السكينة بعد ما بيستوي كده وبيرتاح بقى وبياخد وضعه، بنقطعه كده ايه شرايح سمكها زي ما انت عايزة. انا عن نفسي بحبها رفيعة، متبقاش تخينة قوي. كده بصوا شكله اهو اهو. بنعمل ايه بقى؟ بنحطه على شكل ووضعه ده في صينية الفرن التاني. احنا فاضيين بقى عشان نعمل فايش اهو، وندخله الفرن تاني على درجة حرارة برضو 180 علشان ينشف، فاهمين قصدي؟ فيبقى بقى ايه لذيذ، وطبعا بقى نضيف معمول في البيت، حاجه كده نضيفه وجميله ولذيذه ومكوناتها بسيطه. تلاقي ريحه البيت بقى كلها فايش كده حلو قوي. تحطيه بقى في علبه، ما تغطيهوش على طول اول ما تطلعيه من الفرن، سيبيه في الهواء لغايه ما يجمد كده ويبقى كويس، وشيليه بقى احفظيه في علبه او حاجه. وبالهنا والشفا مع كوبايه الشاي بلبن، وادعوا لي.